من زمان كلش عن المقدمة القديمة، فخلينا نرجع لها. الخبر الأول اللي عدنا عن فول وتميس أو بودكاست فول وتميس، وأخيرا وصولهم للمليون مشترك. طبعا ألف مبروك على المليون. طبعا هذا الإنجاز حققوه فقط بتنزيلهم ل 11 مقطع على القناة، وهي القناة كلها أساسا ما صار لها غير 3 شهور تقريبا. فاكتبوا لهم بالكومنتات ألف مبروك، واكتبوا لي إذا أنتم تتابعون البودكاست هذا أو لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن نجواني، وأخيرا عودة أخبار مسلسلنا المفضل. أيوة كده يا وديع. إجواني مبارحة كان فاتح بث بحسابه بالإنستغرام. البث كان عبارة عن أسئلة وأجوبة، ومن هذه الأسئلة اللي جتي كان في سؤالين عن بيسان إسماعيل. السؤال الأول، إذا بيسان رجعت لك وطلبت من عندك إنه ترجعون تصورون مع بعض، هل راح توافق؟ إذا هديك البنت اعتذرت منك وقعتك ترجع تصور ترجع؟ أوكي حبايبي، أي شخص مكاني كان فيه يستغل ما يفتح لك قناة بالأصل، تمام؟ كان فيني أنا أوصل 10 مليون متابع، ما خليت تشوف القناة، ما أعلمك كيف تدفع الأرباح ولا أي شيء. أنا اشتغلت بطيبتي واشتغلت بعمل تعاون، بس لما شفت الخباسة هي تعتذر والله يوفق بحياتها ويوفقني بحياتي، بس تعتذر وعلى الشيء اللي غلطت، على الشيء اللي غلطت معي فيه وكله خير، بس إني أرجع أصور ما هذا الشيء ما عاد يصير أبدا. مثل ما سمعنا يا حبايب، اتوقع انه بيسان وجواني مستحيل بعد يرجعون يصورون مع بعض. اما الشيء الثاني فقال له اوجه كلمه لبيسان اسماعيل، فحط لكم اياها وراح اشرح لكم اياها بالنسبه للاشخاص اللي ما راح يفتهمون. هو شو بتقول للسرديني؟ بحب انه تبي على حالك، حاش طلع صورتك كثير، انا عيب صورتك صارت معروفه عند الوطن العربي كله. طبعا ما افتهم شنو كان يقصد جواني، فهو يقصد هذه الصوره اللي نشرتها بيسان قبل كم يوم واللي كانت مخرجه فيها جزء من جسمها، اللي طبعا التعليقات كلها كانت ضد بيسان عليها. راح اضيف لكم سؤال ثالث من عندي نسال بي جواني، منو افضل يوتيوبر عربي عندك؟ يلا يا جواني جاوب. مين اكثر يوتيوبر بتحبه حاليا؟ الصراحه بحكي لكم انس وصاله. ليش؟ لأنه أنس وصالة من الأشخاص اللي عن جد عم يرفعوا الوطن العربي. يعني بتعرفوا شو يعني وطن عربي؟ أشخاص يعني عن جد متشرف فيهم، شيء كتير حلو شيء لبنان. طبعا هذا البث يا حبايب كان كلش طويل، فاللي حاب يشوفه يروحوا على القناة الثانية هناك، روحوا يشوفوا البث كامل، ففي أسئلة أيضا على بيسان ومن هالكلام يعني، فروحوا يشوفوا هناك. وبس والله لحبايب، لهنا وصلنا هذا المقطع، أتمنى المقطع عجبكم، فلا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة. كان معكم فايز زين، مع السلامة.